في عندي حاجه اسمها الغدد الليمفاويه وفي غدد صماء في الجسم. الغدد الصماء شيء والغدد الليمفاويه شيء تاني خالص. اشهر حاجه واكتر حاجه موجوده في الاطفال الغدد الليمفاويه، سواء في الرقبه، سواء تحت الابط، سواء في المنطقه الارهابيه، واحيانا في البطن. يمكن اكتر مكان بيجي فيه تضخم في الغدد الليمفاويه هي الرقبه. الفحص الكلينيكي مع الاشعه مع التحاليل هتقول لنا ده ورم ولا التهاب. لو التهاب جاي بالاعراض اللي هي وجود التهاب مثلا في اللوز، هنديله علاج مضاد حيوي مضاد للالتهاب والكلام ده خلال اسبوع 10 ايام بالكثير بتلاقي القصه ابتدت تخف. هنروح لغده ثانيه مهمه جدا اسمها الغده الكظريه. يمكن كتير ما يعرفش يعني ايه الغده الكظريه. فوق الكلوي. هي الغده فوق الكلويه، هي فوق الكلى سواء الكلى اليمنى او اليسرى. طب الغده الكظريه زي الغده الدرقيه بتطلع هرمونات، الهرمونات دي بتتحكم في الوزن. يمكن لو في زياده في هرمون الكورتيزول تلاقي الطفل بيزيد بسرعه جدا مع انه ما بياكلش، وكمان يبقى عضلاته ضعيفه والعظم عنده هش. وتشخيصها سهل جدا بتحليل الدم. هدفنا كله ان حضرتك تتحرك في الوقت المناسب. احنا بنتكلم على كائن رقيق، هو الطفل ده لسه لا يعني قال اي ولا يعرف يعبر عن نفسه، وبيتالم في يعني ممكن يتالم يعيط، ما انت مش عارف هو بيعيط ليه، وكل الاطفال بتعيط، بس طبعا هو بيتالم في الحالات الورميه اللي زي دي. الاورام بتاع الاطفال منتشره وموجوده وانواعها كتير. احنا قلنا بعض الاورام، لكن في اورام تانية كتيره جدا جدا، فلازم ننتبه ونركز في الكلام ده جدا. الدكتور جمال البحيري استشاري جراحات الثدي والغدد والاورام، عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحه الاورام. تحت عنوان 5 علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان، نشر موقع دويتش فيلا نقلاً عن مركز الوقاية من السرطان 5 علامات قد يتجاهلها البعض، رغم أنها تستوجب الحذر والمراجعة الطبية، فقد يكون اجتماع أكثر من عامل فيها أو إحداها منفرداً مؤشر للإصابة بالسرطان. أولها السعال المستمر اللي ممكن يكون علامة على سرطان الرئة. الثاني الحموضة المعوية المستمرة لأنها ممكن تكون علامة على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة. العلامة الثالثة الشعور بحكة مستمرة في الجلد اللي ممكن يتطور إلى سرطان الجلد الخبيث أو سرطان الجلد الأسود. العلامة الرابعة الدم في البراز. العلامة الخامسة تورم الغدد الليمفاوية. مع الانتباه إلى ضرورة الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة فور ظهور أحد الأعراض، فعلاج الأورام بشكل عام أسهل بكتير حينما تكتشف مبكراً. أهلاً بكم. في عندي حاجة اسمها الغدد الليمفاوية وفي غدد صماء في الجسم. الغدد الصماء شيء والغدد الليمفاوية شيء تاني خالص. الغدد الليمفاويه ده جزء من جهاز المناعه، بتتعامل مع الجراثيم، بتتعامل مع اي التهابات موجوده في الجسم، تقدر تقول انها زي البوليس كده، بوليس النجده، بيطلع يتعامل او بيتعامل مع كل جرثومه وكل انفكشن ممكن يدخل جسمك. اما الغدد الصماء فدي غدد بتفرز هرمونات. الهرمونات دي بتفرزها في الجسم في الدم على طول، عشان كده سميت بالغدد الصماء، لان افرازها الى طريق الدم بشكل مميز. هرجع تاني للغدد الليمفاوية. في الأطفال في مشكلة، الأطفال أولاً ما بيتكلموش كتير، والأطفال ممكن يعيوا وما يبينوش أعراضهم بشكل واضح إلا لما تكون المسألة متفاقمة. وفي حاجة مهمة جداً في مصرنا الحبيبة وفي العالم كله خصوصاً العالم الثالث، هي ولو أنا ما أحبش التسمية دي يمكن أول مرة أقولها من زمان، لكن خليني أقول لكم إنه في كتير جداً من الأقطار الموجودة في العالم في تأخر في التعامل مع الغدد الليمفاوية ومشاكلها. يعني تلاقي انه في كلكعة بدأت تظهر في طفلك او في طفلتك. اولا ان انا اكتشف هذه الكلكعة اللي هي الغدة الليمفاوية المتضخمة
ده يعتبر يعني شيء لطيف جدا من الام انها ركزت واكتشفت. لكن في حالات كثيره الكلاكيع دي بتظهر في الاطفال والام مش واخده بالها الا بعد شويه. الكلاكيع دي لاند مارك مهم جدا يا جماعه، قد تكون لا قدر الله تضخم في الغدد الليمفاويه نتيجه ورم. الكلام ده لازم تفهمه النهارده، لان النهارده هنتكلم زي ما قلت لكم عن الكائن اللطيف البسيط الجميل اللي ما بيتكلمش، الطفل. تعالوا رحب بضيفي العزيز القمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم الأورام الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات السدية التجميلية والغدد والأورام بمعهد الأورام، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية والمصرية لجراحات الأورام الاسم القدير. أهلا بيك يا دكتور جمال. أهلا بيك يا دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. عندنا قضية مهمة قوي، إنه الأطفال فيهم زادت نسب الأورام فيهم، بقت حاجة واضحة للناس جدا. فأنا عايز الأول نفهم الناس ايه اشهر الاورام الشائعه في الاطفال. يمكن لو زي ما حضرتك تفضلت كده، اشهر حاجه واكتر حاجه موجوده في الاطفال واحيانا بنعمل لها نيجليكشن هي الغدد الليمفاويه، بنهملها. طبعا الغدد الليمفاويه سواء في الرقبه سواء تحت الابط سواء في المنطقه الإقبائيه واحيانا في البطن. يمكن اكتر مكان بيجي فيه تضخم في الغدد الليمفاويه هي الرقبه. في حالات كتير جدا بيكون رد فعل لالتهاب، يعني الأطفال في عرضة كتير لالتهاب اللوز، التهاب اللسة، التهاب الغدد اللعابية. ممكن كل الحاجات دي تعمل تضخم في الغدد الليمفاوية، فده يكون رد فعل. في بعض الحاجات بيكون في التهاب دايركت للغدد الليمفاوية لوجود بكتيريا، لوجود فيروس، لوجود فطريات، الحاجات دي كلها ممكن تعمل. لكن الحاجة اللي احنا بنخاف منها لو التضخم ده نتيجة ورم في الغدد الليمفاوية أو ورم في مكان باعت للغدد الليمفاوية. هو هنا في الفيديو ده بيورينا أنواع الغدد. فيجيب لنا الغدد الصماء الأول، عمال يورينا الغدد الصماء ويورينا بنكرياس وغدة درقية وغدة نخامية، لسه ما راحش في اتجاه الغدد الإيه؟ الليمفاويه خالص. يمكن الغدد الصماء زي ما حضرتك قلت ان هي حاجه بتطلع هرمونات، سواء الغده النخاميه، الغده الدرقيه، الجردرقيه، الكظريه، كل الحاجات دي بتطلع هرمونات. لكن الغدد الليمفاويه هي اول خط مناعه في الاطفال بالذات، وبتتضخم نتيجه وجود التهاب او عدوى او ورم، سواء الورم ده في الغدد نفسها او في مكان تاني، وادى ثانويات للغدد الليمفاويه. طب كلمني على الاطفال واورام الغدد الليمفاويه. يمكن هنقول تضخم الغدد الاول، تضخم الغدد سببه حاجه من ثلاثه، يا اما التهاب، يا اما ورم في الغدد نفسها، يا اما ورم في مكان تاني. طيب هنشخصه ازاي؟ اي تشخيص بيجي فحص اكلينيكي من الهيستوري، ناخد الكلام من الام او من الطفل، هل مصحوب بارتفاع درجه حراره؟ هل في التهاب في مكان معين هو اللي مدي الغدد الليمفاويه؟ هل الحاجه دي بتروح وتيجي ولا هي لسه اول مره تظهر وظهرت وابتدت تزيد بسرعه؟ الحاجات دي كلها بتدينا دلائل. زائد الفحوصات، بنعمل تحاليل دم او نعمل اشعه، شكل الغده في الاشعه التلفزيونيه بيقول هل ده التهاب او سكندري انفكشن، رياكتيف هايبربليزيا في الغدة، رد فعل الالتهاب، أو في حاجة اسمها ديستربد فاتي هايلم بيقولها دكتور الأشعة. قال لنا الكلمة دي، لا لازم نخاف ولازم نهتم وندخل على العينة. إن شكل الغدة الليمفاوية غير طبيعي، شكلها غير طبيعي، في شك إن يكون فيها ورم، بتبقى واضحة لدكتور الأشعة. ساعتها ناخد عينة، ويمكن أنا دايما أحب العينة تكون نسيج كامل أو غدة كاملة عشان نوصل لتشخيص دقيق. ده معناها إن أنا عشان بس فاهمين إنه قرار أخذ العينة ده قرار لصالح المريض مهم جدا، لأن في ناس كتير قوي بتتخوف من العينات. يعني دي حالة كان في تضخم في الغدد الليمفاوية، دول غدتين شلناهم والحالة دي طلعت ليمفوما. وكانت في البداية، لأن الليمفوما دي درجات زي أي ورم، مرحلة أولى، تانية، تالتة، رابعة. المراحل الأولى نسبة الشفاء فيها عالية جدا، لكن المراحل المتأخرة نسبة الشفاء بتقل. حلو أوي. يبقى المريض استفاد لما احنا عملنا فتحة صغيرة بطريقة تجميلية، وشلنا الغدة سليمة زي ما هي كده، كوينا مكانها عشان ما يحصلش أي مشاكل، وخدناها بعتناها للمعمل اتفحصت، الفحص قال إن ده ورم، لحقنا المريض.
وتأكدنا من ان مفيش انتشار وعملنا وخد العلاج بتاعه لتطهير الجسم والقصة انتهت. بعكس لو احنا اهملنا الغدد دي انتشرت في باقي الجسم والحالة العامة للمريض بقت سيئة، وخصوصا ان الاطفال ما بتتحملش، ساعتها دي تبقى مشكلة كبيرة. ازاي نكتشف الاورام في الغدد؟ زي ما قلت لحضرتك الفحص الكلينيكي مع الأشعة مع التحاليل هتقول لنا ده ورم ولا التهاب. لو التهاب جاي بالأعراض اللي هي وجود التهاب مثلا في اللوز، هندي له علاج مضاد حيوي مضاد للالتهاب والكلام ده، خلال أسبوع 10 أيام بالكثير بتلاقي القصة ابتدت تخف. وإحنا برضك مش عايزين نعمل إيه تخوف الناس قوي، في حالات كتير بيكون حاجة حميدة، لكن إحنا لما نهتم ونكشف عند حد مختص ونوصل إن المشكلة دي التهاب أحسن ما نسيبها ويكون في مشكلة كبيرة ونهملها. طيب هروح لغدة تانية مهمة جدا اسمها الغدة الكظرية. يمكن كتير ما يعرفش يعني إيه الغدة الكظرية. فوق الكلوية. هي الغدة فوق الكلوية. هي فوق الكلى، سواء الكلى اليمنى أو اليسرى. في ناس كتير ما تعرفش إن فوق الكلى في غدة. في كتير والاسم كمان مش دارج قوي عند الناس. الناس يمكن عارفة الليمفاوية والدرقية أكتر. طب الغدة الكظرية زي الغدة الدرقية بتطلع هرمونات، الهرمونات دي بتتحكم في الوزن. يمكن لو في زيادة في هرمون الكورتيزول تلاقي الطفل بيزيد بسرعة جدا مع انه ما بياكلش، وكمان يبقى عضلاته ضعيفة والعظم عنده هش. وتشخيصها سهل جدا بتحليل الدم، بنشوف نسبة الكورتيزول سواء صباحي ومسائي ونشخص هل فعلا في مشكلة ولا لا. الغدة الكظرية نتكلم شوية بقى عن ازاي نشخصها والاسباب والى اخره. يمكن الغدة الكظرية هي موجودة فوق الكلية، ومشاكلها حاجة من اتنين، يا يعني اما خلل في الهرمونات بتطلع هرمونات زيادة زي الكورتيزول، تلاقي في المريض وزنه بيزيد والعضلات عنده ضعيفة والعظم بيحصل فيه هشاشة، او وجود كتلة فيها. يمكن في الأطفال في حاجة مشهورة جدا اسمها نيوروبلاستوما. يمكن في الكبار الحاجة المشهورة اسمها فيوكروموسيتوما. يمكن معانا صورة حالة طفلة عندها 5 سنوات عندها ورم في الغدة الكظرية وصل ل 12 سنتي في 15 سنتي. ده حجم كبير جدا بالنسبة لورم في الغدة الكظرية. هي صغيرة، حتة دقيقة جدا حساسة، لكن النوع ده من الأورام منتشر عند الأطفال. تشخيصه طبعا بالأشعة التلفزيونية بتقول لنا ان في كتلة موجودة. دي حالة تانية، ورم جاي في الغدة الدرقية ودي الغدة الكظرية. اهم حاجة لما نيجي نشيل الورم زي ما حضرتك شايف معانا ان احنا نشيله كامل سليم، على اساس ان ما يحصلش ارتجاع. إذن دي الغدة الكظرية. طب الكلى، اورام الكلى، يمكن الحاجة المنتشرة عند الأطفال حاجة اسمها ويلمز تيومر. بيجي ورم في الكلية نفسها. الورم ده حالة 6 سنوات، طفل 6 سنوات، وده كمان بيدي الويلمز ده بيدي غدد لمفاوية جنب الغدة جنب الكلية. يعني في ورم ضخم في الكلية بيبان في الأشعة التلفزيونية، بيبان في الأشعة المقطعية، وكمان بنعمل مسح ذري نطمن ان الكليه المقابله شغاله كويس. يمكن الورم زي ما حضرتك شايف حجمه كبير، حوالي 15 سنتي في 17 سنتي، والورم ده خد الهايلاند بتاع الكدني. يعني احنا في بعض الحالات ممكن نشيل الورم ونحافظ على جزء نص الكليه ولا حاجه، ان احنا نعمل حاجه اسمها بارشال نفريكتومي. لكن حاله زي دي لا، لازم نعمل توتال نفريكتومي او راديكال نفريكتومي، وكمان نشيل الغدد الليمفاويه. يمكن الويلمز تيومر دي من الحاجات الأورام المشهورة في الأطفال تحت سن 6 سنوات. تشخيصها في مراحل مبكرة بيوصلنا للشفاء التام. يمكن لو قربنا على الصورة دي أو جبنا الصورة اللي بعدها هتلاقي الطفل ده كان بيعاني من آلام شديدة، لحد ما شايف حجم الورم وصل قد إيه، حجم كبير جدا، وتشخيصه اتأخر والورم شرس بيزيد بسرعة، وكمان لو احنا اتدخلنا في الوقت المناسب المريض بيخف تماما قبل ما الورم ينتشر. عشان كده بنقول ان الكشف المبكر مهم جدا. طيب هروح بقى للاورام الناس بتعرفش عنها، يعني اورام الانسجه الرخوه والعضلات. يمكن دي حاجات من الحاجات المنتشره ومن الحاجات اللي هي دايما بتحطنا في مأزق، ان هي بتيجي دايما في العضلات وجنب اعصاب او اوردة. يمكن ده طفله 5 شهور
عندها ورم في الساق، الورم ده كان ملتصق في العصب الرئيسي للساق. طبعا هي مولودة بيه، اول ما نزلت اتعرضت حصل اهمال ان هو ده كيس دهني، فجأة لقوه بيزيد بسرعة، يمكن اتحركوا في وقت مناسب. يمكن لو حضرتك شايف في الصورة دي العصب واضح في النص، الورم كان بمحوط حوط العصب. طبعا لو العصب ده حصل له انجري او اتلط او اتقطع خلاص الرجل نفسها باظت. يمكن شايف قد ايه البنت اموره، ده لازم فريق عمل، ده لازم طبعا موجود. طبعا كان فريق عمل متكامل، وكمان مستشفى مجهزه، ومعانا حساس العصب، وكمان واحنا شغالين واحد بيبقى لابس الميكروسكوب اللي هو يضخم الانسجه، لان يعني دي طفله كل الاعضاء عندها حاجات صغيره. الورم كان حجمه كبير، الحمد لله قدرنا ان احنا نشيل الورم بفضل الله ونحافظ على العصب وعدت على خير. في حالات ورميه اخرى بالنسبه للاطفال؟ الاطفال في حاجات كتير جدا، سواء اورام الغده الدرقيه او اورام الغده الكظريه، اورام الكلى اللي احنا قلنا عليها، والاكثر انتشارا هي الغدد الليمفاويه. يمكن احنا بنجتهد ان احنا نشخص مظبوط وناخد بالاسباب على اساس ان احنا نعدي بالاطفال دول لبر الامان، لان هي يمكن اسعد لحظات حياه الواحد ان هو يشوف المريض بتاعه بحاله صحيه جيده، ان هو يكون سبب في شفاء، يعني ربنا استخدمه ان هو يكون سبب في شفاء المريض، وخصوصا لما يبقى طفل زي ده. الواحد بيفرح، معانا كام حاله كده من الاطفال كانوا اهلهم بيبقوا جايين في صدمه، كلمه ورم في الكبير بتخوف، ما بالك لو طفل. عشان كده بنقول ان الكشف المبكر حياه، واحنا يمكن هي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها دايما، ان هي الطب ده مهنه إنسانية، عايزين نعدي بالمريض. ضحكة المريض بعد ما ربنا يتم شفاء دي عندنا بالدنيا. وبنوصل لها إمتى؟ لما نتدخل في وقت مناسب. البروبر تايم يا جماعة، هو بصوا هدفنا كله إن حضرتك تتحرك في الوقت المناسب. إحنا بنتكلم على كائن رقيق، هو الطفل ده لسه لا يعني الآي ولا يعرف يعبر عن نفسه، وبيتألم في يعني ممكن يتألم يعيط، ما أنت مش عارف هو بيعيط ليه. وكل الأطفال بتعيط، بس طبعا هو بيتألم في الحالات الورمية اللي زي دي. الأورام بتاع الأطفال منتشرة وموجودة وأنواعها كتير، احنا قلنا بعض الأورام، لكن في أورام تانية كتيرة جدا جدا، فلازم ننتبه ونركز في الكلام ده جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات السدية التجميلية والغدد والأورام وجراحات الأورام بمعهد الأورام، عضو الجمعية الأوروبية الأمريكية والمصرية لجراحات الأورام. نورت الناس الحلوة. شكرا ليك دكتور أيمن، ونتمنى كده إن احنا نكون قدمنا معلومة مفيدة للأمهات. يسمعونا واهتمي بطفلك، اتحركي بشكل مبكر وخليكي من الناس الحلوة.